جميل. اجازه. اجازه اجازه ويا رب اجازه سعيده على حضراتكم كده تقضوها بشكل جميل بقى، اللي عايز يخرج واللي عايز يروح، اللي عايز يخرج ولاده، تعملوا كل حاجه حلوه يا رب وجميله. وخلوني بقى اقول لكم زي ما داليا قالت معانا فقرات كتيره متنوعه، بس قبل ما ابدا معاكم بقى فقراتنا افكركم بصفحتنا على الفيسبوك لكل اللي عايز يتابع اخبارنا او يتواصل معانا في اي وقت، هتظهر قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه. خلينا بقى نقول لهم النهارده وهنتكلم في موضوع مهم جدا يا نهاد. عايزه اقول لحضراتكم ان بكره ومع شروق الشمس أنظار العالم كله هتتجه لأقصى جنوب مصر، وبالتحديد في مدينة أسوان الجميلة اللي هتشهد مناسبة وحدث مهم بيحصل مرتين في العام، وهو تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، واللي بتعتبر واحدة من أهم وأندر الظواهر الفلكية اللي جسدها قدماء المصريين داخل المعابد. بتحصل الظاهرة تعامد الشمس داخل معبد الملك رمسيس الثاني بأبو سمبل على قدس الأقداس، وبتتكرر الظاهرة دي زي ما قلنا مرتين كل عام، وتحديدا في 22 فبراير و 22 أكتوبر. بتبدأ ظاهرة تعامد الشمس في الظهور بداية من شروق الشمس والمدة 20 أو 25 دقيقة فقط. طبعا احنا معانا لقطات زي ما احنا شايفين يعني. معانا لقطات جميله، والحقيقه هو حدث مهم جدا وجميل وكلنا هنتابعه والعالم كمان هيتابعه. وعايزه اقول لكم كمان الاستعدادات في مدينه اسوان بتتم على قدم وساق لاستقبال الحدث ده، خصوصا مع الرواج السياحي الكبير اللي بتشهده المدينه الجميله في التوقيت ده من العام، وبالتزامن مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي اللي بيبدا في شهر اكتوبر وبيفضل طبعا مكمل لحد شهر ابريل المقبل. خلينا كمان نقول ان السبب وراء تعامد الشمس على وجه رمسيس بيعود لروايتين. الاولى هي ان المصريين القدماء صمموا المعبد بناء على حركه الفلك لتحديد بدء الموسم الزراعي وموسم الحصاد. اما بقى الروايه الثانيه هي ان اليومين دول بيتزامنوا مع يوم ميلاد الملك رمسيس الثاني ويوم تتويجه على العرش. بصراحه انا مع الروايه الاولى، يعني حاسه مقنعه اكتر. هي سواء الروايه الاولى او الثانيه نهاد هتفضل الظاهره دي ظاهره مميزه جدا عندنا في مصر، والسياح كلها بتكون مهتمه ان هي العالم كله بيحب يشوف ايه ده، حاجه غريبه وحاجه جديده وحاجه جميله، واحنا دايما عندنا الحاجات اللي بتميز مصر بيها. يا رب دايما كده نشوف مصر في احسن مكان. وخلينا نقول لحضراتكم دلوقتي فقراتنا ايه النهارده.